السلام عليكم. مدرسة أستعد. قصيدة العلم يلقيها التلميذ جعفر علي الصف السادس. أيها العلم إيش هكذا في علون، أيها العلم فإننا بك فإننا بك بعد الله نعتصم. جاءت تحييك هذا اليوم معلنة أفراحها بك، فانظر هذه الأمم إن العيون قريرات فيما شهدت، والقلب يفرح والآمال تبتسم. الشعب أنت وأنت الشعب أجمعه، وأنت ظلال الشعب والعظم. فإن تعي سالما عاش سعادته، وأنت مت الآمال والهمم. هذا وضعك الذي يعني أن تسمعه. السلام عليكم. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, Chairman, Headmaster, faculty members, and dear students, I am very happy to stand here and talk about very important topic, which is bullying. Bullying is one of the destructive behaviors in society. It is an ugly act and bad behavior that causes harm to many people. The problem of bullying often begins at home and within the family itself, where parents bear a great responsibility toward their children, and they must care for them and recognize their actions, whether positive or negative, and know the abuse they are exposed to or what they are practiced on other children. Thank you for listening and Allah bless you. والآن الترجمة للغة العربية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السيد رئيس مجلس الإدارة المحترم، مدير المدرسة المحترم، أعضاء الهيئة التعليمية والتدريسية، أنا سعيدة جدا لأقف هنا وأحدثكم عن موضوع مهم جدا وهو التنمر. يعد التنمر من السلوكيات الهدامة في المجتمع، هو فعل قبيح وخلق سيء يسبب الأذى لكثير من الناس. تبدأ مشكلة التنمر غالبا من المنزل ومن داخل الأسرة نفسها، وحيث يتحمل الأهل مسؤولية كبيرة اتجاه أبنائهم، ويجب عليهم الاهتمام بهم والتعرف على أفعالهم سواء كانت إيجابية أم سلبية، ومعرفة ما يتعرضون له من إساءة أو ما يمارسونه على غيرهم من الأطفال. شكرا لاستماعكم وبارك الله بكم.